السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إلى حضراتكم من مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، حيث ننقل لحضراتكم احتفال عيون مصر الساهرة، احتفال رجال الشرطة بعيدهم الليلة. يحتفلون بعيدهم وتحتفل بهم مصر كدرع واقية صلبة ضد كل من يؤرق أمنها واستقرارها وسلامتها. الليلة ليلة رجال الشرطة، ليلة حراس الوطن، وهو عنوان الأوبريت الذي ننقله لحضراتكم الليلة من هذا المكان، من مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات، وهو من تأليف الشاعر الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، الموسيقى والألحان للدكتور جمال سلامة، الاستعراضات لمحمد خليل، والإخراج للأستاذ جلال الشرقاوي، وأيضا الديكور الأستاذ نبيل سليم، الملابس أمنس إلياس، والليزر للأستاذ شيرين يسري، وكلهم عناصر أسهمت في هذا العمل الكبير.
اليوم مجيد، اليوم مجيد، تمجيد لبلدنا المصري أن يصبح على نوعين، على نوعين، وحياة الشعب المصري نحكي عن يوم مجيد، اليوم مجيد، تمجيد لبلدنا المصري أن يصبح على قبل الثورة بشهور الشعب المصري صار دولة عمال وطلبة وسطاء شرفاء أحرار وحربوا الاحتلال من أجل الاستقلال وعلموا المستعمر أحلى دروس النضال قبل الثورة بشهور الشعب المصري صار دولة عمال وطلبة وسطاء شرفاء أحرار وحربوا الاحتلال من أجل الاستقلال وعلموا المستعمر أحلى قبل الثورة بشهور الشعب المصري صار دولة عمال وطلبة أحرار وحربوا الاحتلال من أجل الاستقلال وعلموا المستعمر أحلى نحكي عن ملحمة ومعارك ملهمة كفاح مضيئة مكتوبة 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 للدماء نحكي عن ملحمة ومعارك ملهمة ملهمة كفاح مضيئة مكتوبة 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 للدماء
في ايه يا اخوانا؟ في ايه؟ في ايه يا ابني؟ في ايه؟ في ايه يا اخوانا؟ للاسف يا كل حد يجد حد يتكلم معانا كلمه بس يا ناس. في ايه؟ في ايه يا اخويا؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ في ايه؟ لا يا جماعه في ايه؟ ما حدش عايز يتعادى درويش. تعالى بقى رايح فين؟ واخد في وشك كده وطالع رايح فين؟ ايه اللي حصل ايه ده درويش؟ النافي النافي اتحرج. النافي حرجوا النافي يا عبد الشافي. نافي الانجليز العماره اللي حاطين فيها بضايعهم دي تلات ادوار فيها اكلهم وشربهم ولبسهم وكافه بضايع الدنيا. مين اللي حرق النافي يا درويش؟ انا مالي بمين اللي حرجه؟ سيبني اروح اكمش مع عيالي. الانجليز مش هيسكتوا. اوه 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 يا درويش يا خد كلام يالا يا ضربه بطاطا يا خرابي يا زكريا تعال يا زكريا زكريا الحق يا زكريا شفت ايه يا زكريا شفت ايه شفت جهنم الحمراء نار الله المقدس يا ساتر النار طالعه من الشوارع ميدان المحطه اللي فيه النافي مولع والنار طالعه من الشوارع اللي بيطفي واللي بينهب اللي بيطفي واللي بينهب اللي بتدوح واللي بتزغرط مرستان مرستان الخلايا دخلت في بعض ما تعرفش المصري من الانجليزي والانجليز الانجليز يا سكري عملوا ايه الانجليز المفاجاه خلصتهم واقفين مبلمين الله زي ما يكونوا مش فاهمين ضربوا في الناس يا هالي ضربوا في الناس يا زك ضربوا في الناس ايه بقول لك الانجليز في الطلاوه عايمين في الهبل الظاهر لما شافوا الحريق مخهم شاط يا عيني على الروان يا عيني على الروان واقفين تسامروا والبلد بره زي فوق البحر عماله تقلب تعدل تقلب خليها تقلب في دماغ اللي خلفوهم انا رايح اشوف عيالي رايح اشوف عيالي رايح اشوف عيالي شفت ايه يا بدر مين اللي حرق النافي محدش عارف المساله بدات من عند المدرسه الثانوي مظاهره قامت خدت في سكتها بقيه طلبه المدارس عند ميدان النافي قلبوا عربية جيش انجليزي وولعوا فيها الاهالي هاجد هب طب لقينا النار طالعه من شبابيك النافي الانجليز بصوا من شبابيك العمارات لقوا النار نزلوا جري الاهالي طلعوا ما خلوش والانجليز يا ولا الانجليز عملوا ايه؟ لسه لحد دلوقتي ساكتين ولا طالعه بس بيقولوا معسكر الجلاء عامل زي خليه النحل الانجليز ناويين على نية يا ساتر اسطر الفضايح يا رب يا ساتر اسطر اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم اللهم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم يا اخواتي ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت كده يا راجل يا مفجوع ما تبطلش اكل ابدا لو انت اولويز هنجري كده يا زغمري اللي انت بتكسبه من الاهو تصرفه على هم بطك يا راجل يا حبيبي ان ما يقابلك الاكل كله الدنيا حصار كلها يومين ثلاثة وهندور على اللقمة من القاط من ليه؟ من يوم ما النحاس باشا لغى المعاهدة واحنا سيبنا الشغل في التمب بعد الحريقة ديت بقى كل واحد يدور له على بلد تانية يا حبيبي يا ساتر استر يا رب يا ساتر يا ساتر سندوتش يا دفعة أنا في الخدمة يا زغميري ده أنا اللي في الخدمة تعالى طعمية تفتح النفس المقفولة لما تبقى تخلص الخدمة يدوم يا زغميري يدوم عزك ده كلام ده كلام هو انتوا حرقتوه علشان تنهبوه استغفر الله العظيم هي السرقه دي مش حرام ولما النار تاكله يبقى حلال يا قبطان ده الرغيف النافي طولك ناكله هنا بقى ولا نسيب النار تاكله يا قبطان وايه ده يا وليه ايه اللي جابها ده يا ام ورده ايه مراتك ما بتجليش سمك ما بتجليلكش طعميه زيت زيت ده انا رميت نفسي في وسط الويل عشان اجيبه يا قبطان بدل ما انت واقف تجر كده روح شلك شاله شله انا القبطان شلبي اسرع قبطان يا اخويا روح اسرق لك قبطان تلاجه جوز جزمه ولاد الفرطوسي حداهم كل حاجه حتى ابر الخياطه واحنا ما حلتناش الرضا اوعى من سكتي يا وليه ده ويسكي ويسكي ويسكك اوعى من سكتي يا وليه ده خمره ايه خمرة خمرة؟ آه من اللي بتودي جهنم الحمرة؟ أيوه يا نهار اسود لون دي ليه كده يا رب؟ أستغفر الله العظيم ده أنا قلت رزق العيال هو أنا هعرف أروح تاني دي النار علو السما زمانها هتوصل لحد هنا ده أنا شفت الموت بعيني
طول عمرك فجرية يا ام وردة. طول عمرك فجرية ونحس. الحظ لو شافك يديك جفاه. معلش يا منية. جود لك. بتتريق يا عبد الشافي؟ بتتنجور علي؟ معاش اللي يتنور عليك يا مرات خالي. معاش اللي يتنور عليك. خدي دي جريها على البيت هدية مني على ما جايب لك واحدة تانية. امشي يا واد بعيد عني انا مش مكساك. طب ما انا قلت لك من هناك يا مرات خالي. قلت لك ده مش زيت ده ويسكي. ما صدقتنيش. بالك لو انا اخر واحد في الدنيا دي كلها اللي بيقول الحق برضو مش هتصدقيني. بتكرهينا مواردة. ما بتحبنيش يا مرات خالي. مولودة كده لله في لله. كرهاني ومكدباني ومهزقاني ومجندلاني مع اني بحبك قوي قوي يا مرات خالي. ايه يا مرات خالي؟ انا بحبك قوي 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 يا مرات خالي. ليه؟ هبلاني؟ عبيطة؟ نايمة على وداني؟ ما انا قلتلك وردة عجباني. قلتلي يا صايع يا ضايع يا اللي لحيلتك كاني ولا ماني. بالك لو اديتني كل مال البريطانيا بريطاني الخلجة مش عجباني والبنت هجوزها لواحد تاني. جوزيها لواحد تاني؟ ده انا واد كسيب بسرح وبجيب. ده انا لو ادور اشحت بالبنت في بلاد الله ولا اسلمها لواحد لبيت ولا حيطة لماه. يا مرات خالي انا بحبك يا مرات خالي. ما تخلينيش بقى اكرهك بقى يا شيخ. الله بتضحكوا عليا يا اخوان. بحبها بحبها وبحب ورده بنتها كمان. ولعلمك عشان ورده انا اخوض في النار. بس يا هايف يا حمار. بس يا ضايع يا صايع. ماشي يا مرات خالي. عموما بكره الزمن يوريكي مين بريطاني. ده انا واد جدع قوي بس انت اللي عاميه ومش شايفاني. تغور ويغور اسمك. في حد في مصر المحروسة يبقى اسمه بريطاني؟ انت عارفة يا ام وردة هم سموه بريطاني ليه؟ ليه؟ من كتر ما دخل وخرج عندهم في معسكرات الانجليز بقى يتكلم زيهم. خلاص يروح يتجوز منهم. اتجوز منهم يعني انا هون عليك برضو؟ عيب ده انا قريبت ليه كده يا ام وردة؟ امشي يا واد امشي من وشي. خلينا اروح النافة اشوف حاجة تانية هناك اجيبها. هتروح النافة يا عم. اتفضل اتفضل. تعالوا ليه؟ رايحة فين؟ يا وليه تفوتي يخرب عليك. اتس دينجرس. انا دينجرس. الرب واحد والموت واحد والروح هي. عملها النحاس باشا. الغى المعاهده يا سيد. قال لك ايه بقى؟ من اجل مصر وقعت معاهده سنه 36 ومن اجل مصر اطالبكم اليوم بالغائها. يعني ايه اطالبكم اليوم بالغائها يا عبد الشافي؟ يعني هجوموا على الانجليز يا راجل هربدوهم. ايه امال ايه؟ اهو ما فاتش 24 ساعه على الغاء المعاهده الا والناس والتلامذه وكل اللي هلهم طلعوا على النفق وحرقوه زي ما انت شايف كده. اه اصل المفاوضات ما نفعتش. يعني يبقى ما فيش غير السلاح. يا حرام ليه؟ تعال يا راجل انت. تعالى. ايه اللي شايله ده؟ تعالى. ايه ده؟ شايل ايه؟ عشا العيال يا بيه. ايه؟ هتعشى عيالك حديد؟ نازل وريني. دانزل. افتح افتح وريني. اوريك ايه يا بيه؟ اوريك عشا العيال؟ ايه خاف لحط عيني فيه؟ افتح افتح يا عسكري. ايه ده؟ اسمك ايه يا راجل انت؟ جاب الله عبد السلام. جاب الله. ايه يا جاب الله؟ انت تعشي عيالك سلاح يا جاب الله؟ انت بتتاجر في السلاح يا جاب الله؟ يا صلاح بيه خلينا عدي. الله 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 الله. وعارف اسمي كمان؟ هي الاسماعيليه كلها قد ايه علشان ما اعرفش اسمك؟
أعرف اسمك وحسبك ونسبك وأصلك وفصلك وحكايتك. طبعا أعرفك يا بيه. لا واضح إنك عارفني كويس قوي. ما احنا لازم نعرف اللي لنا واللي علينا. شايف يا سعادة البيه كل حتة من السلاح ده برقبة ضابط، ضابط إنجليزي. طب ومودي لاصحابك. مين بقى اصحابي دول؟ الفدائيين اللي معسكرين في المدافن. هتعشي العيال؟ ها يا صلاح فيه عديني بقى احسن الجو مكهرب خالص. ماشي هعديك يا عم جاب الله، بس قول لي بقى انت جايب السلاح ده جايبه منين ووديه على فين؟ هو في حاجة تخفى عليك يا صلاح بيه؟ ما انت عارف كل حاجة. السلاح ده بقى كل حتة منه برقبة الراجل الانجليزي ولا موديه لاصحابك. ماشي يا عم جاب الله ماشي. طيب مش عايز تقول حاجة يا عم جاب الله؟ عايز اقول ايه يا بي؟ مفيش حاجة. عاوز اعدي يا بي. خليك تعدي. ماشي روحوا وصلوه لغايه مدارب. بدي اقول لك يا اي البركه فيكم، انتم رجاله ومصر طول ما فيها رجاله زيكم ما يتخافش عليها ابدا. ايوه يا احنا يا هم ومصر طول ما فيها رجاله زيكم ما يتخافش عليها ابدا. ورجاله زيكم وانت السابق. معاه يا اهالي الشماليه كل بيتك بيتك، يا اهالي الشماليه كل بيتك بيتك، ممنوع المرور في شوارع من ساعة 5 لساعة 6 الصبح. أي واحد يموت في شارع يموت. يا أهلي إسماعيلية كل بيتك بيتك، ممنوع المرور في شوارع من ساعة 5 لساعة 6 الصبح. يا أهلي إسماعيلية. إيه يا أخوان اللي حصل ده؟ ده المعركة يا اخويا ابتدت بدري بدري كده. ايوه انا حالها اروح اطل على الولاد، كل واحد مننا يا اخوانا يروح يطل على عيال، ده زي ما يكونوا احنا اللي في بلدهم مش هما اللي في بلدنا يا اخويا. ما هم عاملين دولة داخل الدولة، لكن على مين؟ على مين يعني ايه؟ ايه؟ معانا ايه؟ هنعمل ايه؟ دول جيش، حتى البوليس عندنا ان كانوا 600-800 عسكري ما معاهم الا البندقيه التعبانه ام طلقه واحده، لكن دول بمدافع وفي كارثات. الله ما تخوفناش بس. امال يا قبطان خبر امال؟ انا مش ناقص بقى خبه يعني كده. طب ايه رايك بقى؟ انا كنت ماشي لكن مانيش ماشي. ايه انا قاعد، وان كان على العيال انا هخلف غيرهم. بلدي الوطنية يا اسماعيلية، اسماعيلية بلدي الوطنية، دم الأحبة دم الأحبة دوا الأطباء دوا الأطباء، دم الأحبة دم الأحبة دوا الأطباء دوا الأطباء. يا بلادي شايف مصرك قريب، وأنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. عمال بلدنا هجروا المعسكر، من النهاردة اعتبرنا عسكر. عمال بلدنا هجروا المعسكر،
من النهاردة اعتبرنا عسكر حاكم بلاد مش الاعادي انا في وادي انت في وادي حاكم بلاد مش الاعادي انا في وادي انت في وادي نفضت همي نفضت همي ونضرت دمي نضرت دمي لو سبت بلدي انا حسيب وانا واخويا على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب اسمع ليا اسمع ليا بلدي الوطني الوطنية اسمع ليا اسمع ليا بلدي الوطنية دم الأحبة دم الأحبة دوا الأطباء دوا الأطباء يا بلادي شايف مصرك قريب وأنا وأخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب اسمع ليا اسمع ليا بلدي الوطنية الوطنية اسمع ليا اسمع ليا بلدي الوطنية الوطنية اسمع ليا قول يا عبد الشافي قول قول يا عبد الشافي قول قول يا عبد الشافي قول صحيح وطننا محتل وصحيح العدل مختل وممكن نجوع بعد ما خسرنا العمل لكن حسين في الضلمه دي بايه الامل 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 يعني نجوعنا نجوع بس علم مصر يفضل ايه عالي ومرفوع هما عملوا حظر تجول يبقى احنا لازم نتحول نبقى ايه فدائيين 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 وانتم ايه المصريين 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 غني يا مرسل غالي الوطن غالي 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 علي العلم عالي 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 بحر القناه البحري بحري وخيرها رسمالي غالي الوطن غالي 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 علي العلم عالي 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 بحر القناه البحري بحري وخيرها رسمالي وماله لما نموت وماله لما نجوع عشان العلم المصري يفضل دايما مرفوع وماله لما نموت وماله لما نجوع عشان العلم المصري يفضل دايما مرفوع تحيا الشهامة تحيا الكرامة تحيا الشهامة تحيا الكرامة النصر طول عمره قبله دم والفرح دايما قبله دموع قوله بصوت مسموع غالي الوطن غالي عبالي العالم عالي غالي الوطن غالي عبالي العالم عالي بحر الكنى البحري بحري وخيرها رسمالي وماله لما نموت وماله لما نجوع عشان العلم المصري يفضل دايما مرفوع وماله لما نموت وماله لما نجوع عشان العلم المصري يفضل دايما مرفوع تحيا الشهامة تحيا الكرامة تحيا الشهامة تحيا الكرامة آخر الخبر النصر طول عمره قبله دم والفرح دايما قبله دموع قوله بصوت مسموع غالي الوطن غالي عالي العالم عالي غالي الوطن غالي عالي العالم عالي غالي الوطن غالي عالي العالم عالي غالي الوطن غالي عالي العالم عالي
عالم عالي بحر الكنا البحري وخيرها رسمالي مصطفى يا حضرة الضابط مصطفى ايه في ايه يا حضرة الضابط مصطفى في ايه الدنيا مقلوبة اتكلم الانجليز جابوا بوليس غير البوليس جابوا عساكر ماليها اول من اخر لابسين طواقي حمر كده بريشة صفري وهجمين على البيوت مطلعين النسوين على الرجال على العيال في الشوارع وبيفتش البيوت الدنيا مقلوبة بكا ونواح سلطرتك فين يا عسكري؟ انت كنت ماشي كده في الشارع؟ ما تاخذنيش يا فندم اصلهم خرجوا ولاي من بيتها بقميص النوم واحنا برضك يعني مهما كان مصريين ودول ناس بلدني قمت سترها بالسطره بتاعتي وعموما يا فندم انا عارف البيت وبكره ان شاء الله هجيب السطره ايوه يا فندم والله يا فندم حسيت زي ما تكون امي ولا اختي اللي على روحه كشفوا ستره ملازم صلاح الفقار فين ما شفتوش انا شايفه واقف وسط الناس اهو الملازم صلاح الفقار واصل فرقه كامله يا مصطفى فرقة كاملة لابسة بريهات حمر بريشة صفرة اسمهم اللانكشاير بمنتهى الشراسة ما بيخلوش بيكتفوا الرجالة ويطلعوهم على معسكر سلك شايك نصبوه في سكة جديدة شيء ما يرضيش ربنا منظر ما يرضيش إنسان الشعب المصري بتهاني يا مصطفى أكيد الحكومة في مصر ما عندهاش خبر يبقى احنا لازم نتصرف وهنتصرف ازاي ما فيش أوامر يعني هنقف نتفرج القاهرة لازم تتحرك احنا دلوقتي بقينا محاصرين الانجليز احتلوا حي لفرنج وشارع محمد علي وشارع الاسكندرية السلك الشايك منصوب في كل مكان عاملين متاريس في كل مصيا احنا دلوقتي داخل كردونهم يعني عملوا حظر تجول عشان ينفردوا بالمدينة بالظبط كده الصورة دي لازم تتنقل للداخلية في مصر فورا انا لقيتني يا مصطفى صراخ الاطفال صراخ الاطفال انتقام لحريق النفي ما يعرفوش ربنا يا فندم والله يخرب بيتهم معمولين من ايه دول انا مش شايف انا قعدت افكر يا ادي يا مصطفى تفتكر معمولين من ايه ديك النهار معدي على القهوه لقيت خالته ام ابراهيم قاعده قلت لها ام ابراهيم معمولين من ايه دول قلت له يا ابني كلك لهم الاول مكانك يا عسكري تمام يا فندم تصور بيقولوا ان القائد العام للقوات البريطانيه الجنرال ارسكين بيحاكم الجنود البريطانيين اللي حضروا حرق النفي ليه عشان ما بيقتلوش الناس فجابوا لنا اللانكشاير ما يعرفوش ربنا يا فندم يخرب بيتهم معمولين من ايه انا مش الولايه ام ابراهيم قالت لي كلك لقمه يا ابني جابت لي حته طيره وحته جبنه قريش الاكل الفطيره كانت سميتها تقيله قلت ماشي وجعت لي معدتي كله في ده الوطن ومالهم عيش في ده تمام يا فندم يا فندم نصبوا الخنادق لمين الناس عمالين يعبدوا ويشيلوا شكاير الرمل واسلاك شايك شكاير الرمل واي يا فندم اسلاك شايك انا قلت معدتي في ده الوطن ماشي تمام يا فندم خلاص انصاف تمام يا فندم بسطاوي تمام يا فندم سترتك لو ما جتش بكره هتتحاكم ما يعرفوش ربنا يا فندم يخرب بيتهم معمولين من ايه انا مش شايف الولايه ام ابراهيم شافت الجفه قالت لي عندك عركه وفيها نصر يا بسطاوي قلت ماشي ناكل اللقمه بقى كلت اللقمه معدتي تعبتني قلت ماشي كله في ده الوطن مفيش مشاكل بسطاوي تمام يا فندم الحمد لله على السلامه يا شباب الحمد لله على السلامه الله يسلم ها ايه الاخبار 100% العمليه نجحت 100% الف مبروك يا شباب طبعا الف مبروك دي مجموعه عمر شاهين مش اي كلام شكرا يا شباب الف مبروك يلا دخلوا الذخيره اللي فضلت في المخازن يلا يا شباب استنى بوليس عندي كلمتين معاك حكايه مش تهور يا بوليس الشجاعه شيء والتهور شيء تاني دبابه حد يسرق دبابه اسمع عمر احنا بنشتري الدبابات من كيش الانجليزي صح صح هما بيبقوا علم من غير ما صورة المدفع مظبوط مظبوط الشباب ومساعدة الناس بينطوا يسرقوا مواسير في حوادث كتيرة بتحصل نتيجة العمليات دي ما بين شهيد وجريح يبقى انا لما الاقي دبابة كاملة ما اسرقهاش دبابة دبابة يا بوليس اسكت دي طلعت اسهل من سرقة بندقية دلوقتي البندقية بقوا بيشبطوها في العسكري الانجليزي بقفل يعني شغلانة على ما تقتله وعلى ما تقلعه شغلانة انما الدبابة بقى انا سقتها من التل الكبير دخلت بيها قرية صغيرة يا سلام ايه الشعب المصري ده عجيب على طول طلعوا الناس ورا الدبابه بالحصر عشان يمسحوا الاثار ووراهم نسوان بالغنم والمواشي عشان ما تبانش مكنوسه في ثواني الفلاحين جابوا سبيطه بوص وبنوا حوالين الدبابه بيت الانجليز بقى يفتشوا ويروحوا ويجوا لما كانوا هيتجننوا يا بوليس افهم احنا مش جيش احنا فدائيين يعني نضرب ونجري السلاح الخفيف اهم دي هديتنا للجيش المصري يا عمر الدبابه بالشيء الفلاني سلاح الخفيف هو له خفيف ولا هو حاجة
هو ده العمل الصح. دبابة يا بولس. ها الرقصة فين النهاردة؟ عند محطة المية يا أستاذ عمر. تمام، هنخلي الإنجليزي يرقصوا هناك للصبح على مزيكة الرصاص. طبعا اجمع الشباب يا بولس. في شوارع الإسماعيلية وفي السويس وفايد وبورسعيد الأبية وفي الجل الكبير وفي كل حي وقرية في كل حي وقرية اشتدت المقاومة واشتدت المقاومة في شوارع الإسماعيلية وفي السويس وفايد وبورسعيد الأبية وفي التل الكبير وفي كل حي وقرية في كل حي وقرية اشتدت المقاومة الشعب شال صباحه طالع من السلاح والشعب شال سلاحه على سكة الصباح والشعب شال صباحه طالع من السلاح والشعب شال سلاحه على سكة الصباح الكل صباح فداني الكل قال يا مصر وحكايات البطولة ملهاش عدد ولا حصر الكل صباح فدائي الكل قال يا مصر وحدايات البطولة ملهاش عدد ولا حصر اشتدت المقاومة في كل حي وقرية اشتدت المقاومة هجموا على الجنوبة وصدوا المعسكرات اللي حارب بطوبة واللي مخبي الدنات وحسوا الانجليز بان الشعب قام ولو يدوم الحال عليهم السلام هجموا على الجنوبة وصدوا المعسكرات اللي حارب بطوبة واللي مخبي الدنات وحسوا الانجليز بإن الشعب قام ولو يدوم الحال عليهم السلام واشتعلت النيران لحد يوم الخميس واللي ياخد النشان بالحرب دي البوليس واشتعلت النيران لحد يوم الخميس واللي ياخد النشان بالحرب دي البوليس اشتدت المقاومة في كل حي وقرية اشتدت المقاومة واشتدت المقاومة في كل حي وقرية اشتدت المقاومة
يا بريطاني؟ ايه يا بريطاني في ايه انا؟ روح الناس اللي هنا يا زغميري. لا يا بريطاني حظر التجول لسه وقته ما جاش. اسمع الكلام وبطل معاه، روح الناس بسرعه. انت عملت ايه يلا؟ يا سلام مش وقته يا زغميري. يلا يا جماعه يلا كله روح يلا عم شايف يلا روحوا ما حدش يخرج من الناس. يلا روح كله روح يلا 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 روحوا ما حدش يخرج من بيته روح بسرعه. يا بريطاني جرى ايه؟ بقول لك ايه، خش جوه الدار بسرعه واقفل الباب. زمان اخبر بقيت بتدي اوامر يا ولدي سكسكة العرجة. بقول لك ايه يا ورده عندك؟ لا مش عندي. مش اشكال زغميري انا هجيب فرشه وانام من اهو قدام القهوه. خش جوه القهوه والدار على طول يا زغميري، خش جوه القهوه الدار بسرعه مفيش وقت. انت هتعمل فز قوم انت هتنام يلا. احسن حاجه يجوا يلاقونا نايمين. انت كنت فين يلا؟ يا سلام عليك يا زغميري. كنت فين يلا؟ كنت بصاد يا سيدي. انجليز؟ امال يعني عصافير. طبعا فين؟ انجليز. فين؟ فوق كوبري. ازاي؟ بسلك. سلك يعني ايه سلك يلا؟ دي طريقه جديده انا اللي اخترعتها، هديه مني لمرات خالي. انا خدت بالي ان الانجليز عاملين نفسهم فونت ومفتحين وبيجوا رامحين على الموتوسيكلات كانها بلد ابوهم. بس يا عم بقيت اربط سلك من ناحيه كده اهو، ايوه، وامسك طرفه من الناحيه الثانيه واستنى. اول ما الانجليزي يجي رامع على الموتوسيكل بتاعه اقوم شادد السلك تقوم الدماغه تطير وتقع في الترعه. يجي الثاني رامع اقوم شادد السلك تقوم دماغه تطير وتقع في الترعه. يجي الثالث رامع اقوم شادد السلك اضرب. الله اكبر الله اكبر. هي دي مصر، هم دول ولاد مصر. الله اكبر الله اكبر عليك. ودي المره كام ياد يا بريطاني؟ ما بعدش، بس المهم كل مره يبقى في مكان غير المكان. عشان كده بقى. عشان كده ايه؟ امبارح الانجليز فضوا الترحة من الهويس للهويس نشفوا الميه، يبقى كانوا بيدوروا على الجثث. انا ما يهمنيش الجثث. امال ايه اللي يهمك؟ السلاح. هو فين السلاح؟ يا سلام عليك يا زغميري، مش وقته يا اخي. نام نام. انا مش كابس عليها النوم. يا عم خش نام جوه القهوه احسن. ايه انت كم اسكت. اما انا شفت حته حلم قال انا خير اللهم اجعله خير، نايم كده لا بيا ولا عليا. فجاه لقيتك قدامي وراكب حصان ابيض فابيض. شتت مصري ربش ليه كده؟ طيب اتكلم عادي. رماد جو nothing sir. يا ساتر عليك يا باي، اهدي يا ساتر عليك. يا ساتر الغريب ماذا في ايه يا اخواتك؟ في ايه يا اخوانا شتب. جايبيننا هنا ليه؟ شتب. مين قتل ضباط انكليز؟ يا مس وات كان يسبيك كلمتين ورد غطاهم. انتي تالي انتي اسمك ايه؟ أنا كلم اسمك ايه؟ أنا عبد الشافي درغام. ها؟ درغام بعيد عنك. انتي شغال ايه يا عبدو؟ شغال ايه؟ مدرس تيتشر انجليزي لانجويج فور جيرلز فور بويز ميكس. اتكلم عبدو اتكلم. مين قتل ضباط انكليز؟ يس. شوف يا جول. يس. يا ساتر. اتكلم عبدو اتكلم. بلاد فول. الكلمه راحت من دماغي لا مؤاخذه، معلش الكلمه راحت من دماغ. هتكلم. اتكلم عبدو اتكلم. حاضر. مين قتل ضباط انكليز؟ اتكلم. ستوبد. ومال ستوبد. انت عدم المؤاخذه برضه في حتتنا وراجل غريب، والغريب يكرم برضه لاجل النبي. ومال اتكلم عبده. مين قتل ضباط مين؟ يس اتكلم. هتكلم يا جنرال هتكلم. شوف يا جنرال، قول زبيب الهير ار فيري. انا مش في الفورمه، الكلمه راحت من دماغي. يا واد يا بريطاني. ايوه
يا جدع ما تخافش يا جدع، ما انا في وسطيكوا اهو. يا دي بريطاني اه عشاف غلبه بالانجليزي يعني ايه يا غالي؟ غلبه يعني بور بور. يس يس جنرال، اول ذا بيبل هير ار فيري بور، زي سليب بدري ويصحوا بدري. لانهم يا باي انا مش في الفورمه، كلمه راحت من دماغي. يا دي بريطاني يابا ما تسيبنا اكلمه واخلص. بس استنى عليا كده، بيجروا على اكل عيشهم يعني ايه يا دي بريطاني؟ يجروا على اكل عيشهم. يس ران فور مام. يس يس جنرال، زي ران فور مام. وات؟ ايوه ران فور مام. ايه فيها حاجه دي ران فور يعني انت امال انجليزي ازاي بقى؟ ران فور مام يبقى انت مو زي تقدر انت مو زي. طب يعني عايز اقول لحضرتك يعني ان الناس دي غلاب. ايوه يعني يعني لا يعرفوا ضباط انجليز ولا يعرفوا باب. اسمع عبده، انت اذا كنتش اعترف انت لازم موت. ليه يا احمد؟ ايوه ليه يا علي؟ اسمعني، جيت عليا يا غلبان. طب ما قدامك هم كلهم بصحتهم اهو. طب شوف الفحل اللي هناك ده. انه ما بقتش الا على الغلبان اللي بيرن على اكل مامه. وات؟ ايوه يعني انا لا مؤاخذه يا سعاده الباشا، انا يعني لا ليا لا في الطور ولا في الطحين. وات؟ انت ايه؟ طور بالانجليزي يعني ايه يا قلبي؟ سلام عليك يا عبد شافي. طور يعني طوره، هو عدم المؤاخذه يعني جنرال بيقول لك هو ملوش في الطور ولا في الطحينه. ايوه انا ماليش لا في الطور ولا في الطحينه. نو نو نو، كله لازم يموت. ليه كده؟ خد كله على معسكر. وقتي ايه؟ استنى بس يا اخوان، ما تروح تدوري على اللي مويتهم. احنا ذنبنا ايه؟ احنا قاعدين في بيوتني، بتيجوا لغايه عندنا وتتهمونا ليه؟ حرام عليكم يا ناس، ضيقتوا خلقني. الهي تتشكوا في يور ايز بحق جاي النبي، حرام عليكم. نروح فين يعني؟ نسيب لكم البلد ونمشي؟ يعني ايه؟ البيت يتابونا والغب يطردوني؟ اوعى كده. بس مرة شتب شتب اجلي وومن ومرة بهيمة تورا. بيشتم ده يا واد يا بريطاني؟ لا ما دام قال كده يبقى ما بيشتمش، ما تقلقيش. استاب كله ارجع مكانه. بيقول لك كله يرجع مكانه. اوعى كده. انت تعالي هنا، تعالي. انت اسمك بريطاني؟ يا سير انا بريطاني. احب بريطانيا، اتكلم بريطاني، افهم بريطاني، عد اكل بريطاني، عدم المؤاخذة يعني هم سموني بريطاني عشان احب كف شيء بريطاني. يو يس بريطاني. امال ايه؟ اسمع بريطاني. يس اسمع بريطاني، قول لي مين هنا 50-50 مين هنا يعمل حوادث قتل ضباط انجليز بريطاني؟ نوت هير سير، نوت هير. لو حصل اني سينج هير انا بلغكوا على طول. امال ايه؟ اي لاف بريطانيا، اول ذا بيبل هير لاف بريطانيا. دونت وري انت يا سير خالص، دونت وري، اول ذا بيبل لاف بريطانيا. قول ورايا يا غجر، قول ورايا. اي لاف بريطانيا، اي لاف بريطانيا، لاف بريطانيا، لاف بريطانيا. تعيش بريطانيا، تعيش بريطانيا، تعيش بريطانيا، تعيش بريطانيا، يعيش بريطانيا، يعيش بريطانيا، يعيش بريطانيا، يعيش بريطانيا، يموت بريطانيا، يموت بريطانيا. وات؟ نو 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 سي نو نو. بريطاني از مي، شي هيت مي بيكوز شي از ماي حماتي، ماي My grandfather. Hey, Britannia. Don't worry, انت سير. لو حصل anything هبلغكوا على طول. I'll tell you على طول. Tell you. Yes. Okay. Yes. Thank you, Britannia. Yes. انت قالها كتير بريطانيا. أمال احنا بنلعب. Soldiers. Follow. فلو طعمية، يلا فلو اخويا، اطلع اخويا فلو. ايوه فلو اهو، ما فلوش اهي يا اخويا، الواد ده ما بيعملش فلو كويس. يا سلام، مليون براوه عليك يا دي بريطاني. امال ايه؟ كل ده بس عشان خاطر مرات خالي. مرات خالك مر عليك جط ليه كده؟ طيب بريطاني، بريطاني، سلامتك يا قلبي، سلامتك يا اخويا.
عملوا فيك ايه اللي ما يتسموا؟ ما يقدروش عليه. ايوه الواد بريطاني خمهم اكلهم عدم المؤاخذه الاونطه. الله اونطه بالانجليزي يعني ايه يا جماعه؟ يا سلام الواد بريطاني ده فيري جود وانكتح قوي. براوي عليك يا بريطاني. حلال عليك يا ورد. الواد ده ما تسيبهوش، دي تثبت عليه بايديك واستنى. طب يا اخويا نجتنا بسكاتك. اسمع كلام. تعالى يا بيت، تعالى يا بيت، تعالى يا بيت، تعالى امشي مجرل قدامي على البيت. هو لما تاخدك يعني ما تطمنش عليه؟ يبقى لك ايه يا اختي عشان تطمني عليه؟ يوه يما، مش ابن عمتي؟ عمد ديبك. والنبي يما، والنبي يما ده غلبان. والنبي يما غلبان اهو، غلبان اهو. دي غلبان دي ده يوديك البحر ويجيبك عطشانه. عطشانه؟ اتروي من نظره عينيه، من حنيه قلبه. شوفوا يا اخت البيت اللي ينتب في عينيها رصاصه. امشي الف بعد الشر عليها يا مراد خالي، انا رقبت في داها. تسلم لي يا بريطاني. اياك يلطولوك برصاصه في رقبتك بحج وحقيقي يا بعيد. الشر بره وبعيد، الشر بره وبعيد. خايفه على المحروس جاي واسم الله حاجه بطلوا ده واسمعوا ده يا اختي. طبعا خايفه يما. وما خافش ازاي يا مايا؟ يا مايا ما خافش ازاي؟ وازاي تهنالي اللقمة ولا كوباية الشاي؟ ازاي يا مايا؟ يا مايا ما خافش ازاي؟ وازاي تهنالي اللقمه ولا كوبايه الشاي؟ وما خافش ازاي يا مايا؟ يا مايا ما خافش ازاي؟ وازاي تهنالي اللقمه ولا كوبايه الشاي؟ ان راح واحد ولا جاشي ده الموت في الشارع ماشي، وبلاقي الموت حواليا يا مايا وماشي معاي. وما خافش ازاي يا مايا؟ يا مايا ما خافش ازاي؟ وما خافش ازاي يا مايا؟ يا مايا ما خافش ازاي؟ ازاي تهنالي اللقمه ولا كوبايه الشاي؟ ان راح واحد ولا جاشي ده الموت في الشارع ماشي، وبلاقي الموت حواليا يا مايا وماشي معاي. وما خافش ازاي يا مايا؟ يا مايا ما خافش ازاي؟ كل ولاد بلدي يا امي بقوا حته خلاص من دمي، بقوا فرحي وكل امالي، بقوا دمعي وخوفي وهمي. كل ولاد بلدي يا امي بقوا حته خلاص من دمي، بقوا فرحي وكل امالي، بقوا دمعي وخوفي وهمي. وعدو بلدنا يما يكرهنا ان شافنا في لما، وعدو بلدنا يما يكرهنا ان شافنا في لما. قاتل في عينينا الضحكة، قاتل في عينينا الضحكة، وخاطف من ايدنا اللقمة. انا انسى الدنيا بحالها، انا انسى الدنيا بحالها، انسى الدنيا بحالها، انا انسى الدنيا بحالها، انما ما انساش شهداي. وما خافش ازاي يا مايا؟ يا مايا ما خافش ازاي؟ وما خافش ازاي يا مايا؟ يا مايا ما خافش ازاي؟ ازاي تهنالي اللقمه ولا كوبايه الشاي؟ ان راح واحد ولا جاشي ده الموت في الشارع ماشي، وبلاقي الموت حواليا يا مايا وماشي معاي. وما خافش ازاي يا مايا؟ يا مايا ما خافش ازاي؟ وما خافش ازاي يا مايا؟ يا مايا ما خافش ازاي؟ وما خافش ازاي يا مايا؟ يا مايا ما خافش ازاي؟ وزع العساكر اتنين اتنين على كل ناصية اتنين. مفيش اوامر صريحة باي شيء. اللحظة تخلق اوامرها. صلاح احنا مصريين اولا واخيرا. احنا ايه؟ مصريين ووطنيين كمان. البلد ولعت، فلاحين نزلوا بنادقهم
من بركة أبو جاموس وأبو عطوة والضبعية. ناس رمت أكل عيشها، رمت عيالها وشالوا السلاح، وإحنا سلاحنا في إيدينا. وشباب الجامعة اتطوع وجم بالميات من مصر، مالوا المدافن؟ مالهمش بيوت، بيناموا في القبور يا مصطفى. وزع العساكر اتنين اتنين على كل شوارع الإسماعيلية، شارع محمد علي، اسكندرية، التلاتيني. والأوامر؟ مفيش أوامر، أوامرنا مننا فينا. باكورد باكورد باكورد. خطاب من بريغادير إكسهام قائد المنطقة الشمالية. خطاب، هذا تهديد وإنذار يا ليفتننت. إنه يريد ردا. لن أرد، إنني مصري ولا أتلقى الأوامر إلا من حكومتي. بريغادير إكسهام سيغضب. لا يهمني غضبه، اذهب وقل له ألا يرسل إلي أمرا أو تهديدا مرة أخرى. إذن ستكون العاقبة وخيمة. مضبعين في المنطقة، أرسكن ماسك المنطقة الجنوبية وقعت في فايد، وإكسهام ماسك المنطقة الشمالية ورائد في معسكر الجلاء. طبعا مزورين، الحكاية مش حكاية حرامية، كلنا فدائيين. ولاد بلدنا بيموتوا قدامنا واحنا واقفين نتفرج. اللي يقدر على حاجة يعملها. الضرب في المليان. وتحيا مصر. تحيا مصر. تعيش مصر حرة مستقلة. تعيش مصر حرة مستقلة. خط الجلال اشتعل، ضرب الرصاص اشتغل، عمر الرصاص ما يقدر يوقف الامل. خط الجلال اشتعل، ضرب الرصاص اشتغل، عمر الرصاص ما يقدر يوقف الامل. من السويس لبورسعيد الناس بتخلق يوم جديد، من السويس لبورسعيد الناس بتخلق يوم جديد، كأنه عيد كأنه عيد. وشعبنا الشعب العنيد في السر بيمر السلاح لكل ايد لكل ايد، في السر طالع الصباح من النشيد من النشيد. ويا مصر قومي قومي، يا حرام عليا نومي، ولقمتي وهدومي وضحكه الوليد. الا انطابت جراحك، الا انطلع صباحك، يا مصر وشي ضاحك وانا بموت شهيد. ويا مصر قومي قومي، حرام عليا نومي، ولقمتي وهدومي وضحكه الوليد. الا انطابت جراحك، الا انطلع صباحك، يا مصر وشي ضاحك وانا بموت شهيد. خط الجلال اشتعل اشتعل، ضرب الرصاص اشتغل اشتغل، عمر الرصاص ما يقدر يوقف الامل. من السويس لبورسعيد الناس بتخلق يوم جديد، من السويس لبورسعيد الناس بتخلق يوم جديد، كأنه عيد كأنه عيد كأنه عيد كأنه عيد كأنه عيد، كأنه عيد.
سكت ولاد العفاريت ما يعرفوش ربنا يا موحي يخرب بيتهم معمولين من ايه انا مش فاهم انا حتى افكر يا يا بسطاوي عجينتهم ايه دول البنت صبحه بنت خالي والحق اللي لها بتاعي كويسه قلت لها صبحه عجينتهم ايه الانجليز دول والاكله تلاقي بسطاوي ضرورك ايه يا ولا تفتكر لو على ايه تاني يا موحي والله ما انا عارف المشكله في الرصاص يا بسطاوي واحنا فلسنا يا راجل محتاج فلوس يا موحي ولا ايه عيون ولا ايه عيون يا صباح الفل على عيونك يا عيون يا ام اجمل عيون شفتهم عيون اي أيوة والله ايه واد يخيبك يا ولا لسه فيك نفس تعاكس شيبونا الله يخرب بيوتهم طول الليل ما بطلناش ولا بطلنا الاسعاف بتلمهم اللي عربيته خبطت في شجره واللي وقع في الترع انا لوحدي قاتل سبعه النبي ما تتفقش وتقول قاتل سبعه جايين ميتين جاهزين ما تعصبناش بقى الله المشكله في الرصاص طب بس خدوا افطار وبعدين فكروا الله دول من عين الدخول والخروج جبت دول منين يا عيون يا ابني البلد كلها معاكم عارفاكم بالاسم انتوا فاكرين ان انتوا لوحدكم بتحاربوا ولا ايه اخ والله الواحد ده احمد الباشا قول اتربي صباح الفل يا باشا ازيك يا صباح الفل يا اتربي الله ايه ده اهدى يا غالي انت هو دي سرع فلوس دي ولا ايه سرع فلوس دي ولا انا مش فاهم سرع فلوس دي يا باشا ولا ايه ده اللي اغلى من الفلوس يا حبيبي هي الفلوس تقدر تشتري لك حياتك دلوقتي يبقى رصاص يا باشا اديك فهمت فاوي. اغلى هدية من اغلى راجل يا سلام يا اولاد يا سلام واحدة جابت العيش وواحد جاب الرصاص عمار يا مصر عساكر البوليس البسطة الطيبين حبت رصاص في كيس وإيمان ثابت متين عساكر البوليس البسطة الطيبين حبت رصاص في كيس وإيمان ثابت متين إيمان أبداً ما قل ودوخ المحتل وحلف يا شعب مصر أبداً ما يوم تنزل إيمان أبداً ما قل ودوخ المحتل وحلفوا يا شعب مصر ابدا ما يوم تنزل 25 يناير وكان قبله الخميس وعساكر البوليس عساكر البوليس النظام اللي قاتوا من الريف القلب تنو أبيض من كتر مع الشريف ملكات النظام اللي قاتوا من الريف القلب تنو أبيض من كتر مع الشريف خادوا حرب الشوارع بيقسموا الرغيف الروح عن النصر نوية والقلب ما هوش خفيف خادوا حرب الشوارع بيقسموا الرغيف الروح عن النصر نوية والقلب ما هوش خفيف نزلوا في بحر الأهالي يا وطن واقف وبالي فليسقط المستعمر وتعيش يا لمنا عالي نزلوا في بحر الأهالي يا وطن واقف وبالي فليسقط المستعمر وتعيش يا لمنا عالي معرفش في السياسة أنا بفهم في الوطن وعرف إن الرصاصة بتعدل الزمن معرفش في السياسة أنا بفهم في الوطن وعرف إن الرصاصة بتعدل الزمن فضل الرصاص يدوي عارف طريق عدوي في قلب الضلمة يطلع نور الرصاص يدوي فضل الرصاص يدوي عارف طريق عدوي قلب الضلمة يطلع نور الرصاص يضيق والقامت الثورة والغاصب راح بعيد افتكروا ان دمي رسمني الام بعيد 25 يناير فرح وانت العريس
وانت العريس يا عسكر البوليس. وان قامت الثورة والغاصب راح بعيد، افتكروا ان دمي رسم للأم نعيد. 25 يناير فرح وانت العريس يا عسكر البوليس. وادي يا بريطاني. ايه يخيبك يا ولد، رايح بالبرتقال ده على فين؟ انت مش عارف اننا مقاطعين البيع والشراء مع الانجليز؟ عارف طبعا. امال ده ايه؟ رايح لفين؟ ده مش للبيع والشراء يا عيون، البرتقال ده هديه لمرات خالي. امال ايه؟ هديه لمرات خالك؟ اه يا ولد، اهل البلد كلها تزعل منك قوي، وخصوصا كلهم عندهم فكره انك وطني. جرايه يا عيون، هو الواحد يبات وطني يصبح عليه الصبح يبقى مش وطني كده بالساهل؟ امال ده ايه؟ يا سلام عليكي، ده يا ستي عشان خاطر عيون ورده يا عيون. والله ما انا فاهمه حاجه. دقيقتين وهتفهمي كل حاجه. افهم ايه وهبب ايه؟ ما الحكايه باينه زي الشمس اهي. ولا واد يا بسطاوي، يكونش الواد ده بيلعب على الوشين، وش مع الانجليز ووش معانا؟ هرنج هرنج ازيك يا جنرال؟ هرنج يا بريطاني، الله يخليك. كمان كمان بريطاني، يو ار فيري جود بوي. هلو بريطاني. استنى بس عشان بريطاني. معلش يا اخوانا البرتقال. جود. القنبله هتنفجر يخرب بيتك. ثانك يو بريطاني، ثانك يو. يا عم خلاص يا نفسك اللي اتقالت يا جدعان البرتقال يا جدعان. يو ار ماي فريند بريطاني. ماشي يا عم فريند فريند. يا جدعان البرتقال يخرب بيوتكم. ايه ده؟ بريطاني. What is this؟ ده مهر وردة. خدي مهر وردة يا مرات خالي. بريطاني عيون، خليك يا عيون، مش هتقدري تعملي حاجة. ظلمت يا بسطاوي. مات بطل. لو كانت البطولة راجل يكون الولد ده. بريطاني 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 بريطاني. يخيبك يا ولا بريطاني، انت صدقت كلامي يا ولا، صدقت كلامي. والنبي انا كنت حديهالك، والنبي كنت حديك وردة يا حبيبي، كنت حديهالك يا بريطاني. ده انت زينة شباب البلد، ده انت احنهم واحسنهم. بريطاني شكلك مش حلو صحيح، لكن احلاهم احلاهم. ما تبكيش يما، ما حدش يبكي على شهيد. حبيبي يما ما ماتش، حبيبي الوطن يما ما ماتش. ده مسافر، ده راحل، لكن سايب لنا قلبه أمانة بين إيدينا. تحية للي بنحبه، راحل لكن ساب لنا قلبه. تحية للي بنحبه، راحل لكن ساب لنا قلبه. تحية لعريس الأوطان وهو بتزف حبايبه. الورد فتح يا حبايب، عمر الشهيد ما يكون غايب. الورد فتح يا حبايب، عمر الشهيد ما يكون غايب. ابدا ما يفهم في الواجب الا اللي بيكمل واجبه. وتحية للي بنحبه. جناين النصر نادية، يا ورد شارب وطنية. جناين النصر نادية، يا ورد شارب وطنية. تحية لعريس الأوطان في الولعة البلدي أهية. رأى بلاده رؤية
العين رأى بلاده رؤيا العين رآها وسط نيران والعين قال ده العدو غادر والعين قالها وخلق بيدي حربه وتحية للي بنحبه تحية للي بنحبه رأى حلك انسب لنا قلبه تحية للي بنحبه راح لك 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 انسب لنا قلبه. أنت قف مكانك. فين ال كيف تقرأ؟ لا تعترض، قل من أنت. مصطفى رفعت، وأنت من أنت؟ ألا تعرفني؟ أنا البريغادير أكسهام. وماذا تريد؟ دعني أمر. إلى أين؟ إلى داخل القسم. اليوم يوم الجمعة، عطلة. لا، اليوم يوم عمل. وما سبب حضورك؟ ما سبب حضورك أنت؟ يوجد قطار بمحطة السكك الحديدية أمامكم 10 دقائق تخرج بعدها، وجميع الموجودين بالقسم رافعين أيديكم وتصحبون معكم قطعة القماش التي ترفرف أعلى المبنى. هذه ليست قطعة قماش يا حضرة البريغادير، إنه علمنا المصري، وعليك أن تتكلم عنه بكل احترام. عليكم أنتم أن تتجهوا جميعا إلى القطار الذي سيقلكم إلى القاهرة، وإلا فإننا سندك المحافظة على من فيها. أحب أن أذكرك أن هذه الأرض أرضنا، وأن لنا قيادة مصرية نتلقى منها الأوامر. أما عن المهلة فإنها حتى لو أصبحت 10 سنوات فإننا لن نتلقى أمرا من أحد غير قيادتنا المصرية. بيان من الجنرال أرسكين قائد عام القوات البريطانية بمصر، يقرأه عليكم البريغادير إكسهام. مطلوب من الوحدتين المتمركزتين في قسم البستان ومركز رعاية الطفل تسليم كامل أسلحتكم للقوات البريطانية وتسليم أنفسكم كأسرى، وذلك في خلال 10 دقائق من الآن. ده فخ يا مصطفى واتنصب لنا مؤامرة. كان لازم ننفذ الأوامر يا صلاح. تنفيذ الأوامر دي معناه إننا بننتحر بعد ما كنا منتشرين في الإسماعيلية كلها طولها وعرضها، حامين الناس والناس مؤنسانا. نتحبس هنا في الاسم ده؟ نتحبس بين 4 حيطان يا مصطفى؟ الملازم فؤاد الدالي محاصر هو والقوة بتاعته في المبنى اللي جنبنا، مستوصف رعاية الطفل. مين اللي أصدر الأوامر دي؟ القصر يا صلاح، القصر. صح، هو القصر. مؤامرة، مؤامرة دنيئة. حسوا بالخطر هم وأسيادهم الإنجليز من أعمال الفدائيين والمقاومة، فكان لازم يصفونا. الله غالب على أمره. والعمل يا مصطفى؟ هنقاوم؟ نقاوم. نقاوم ازاي؟ نقاوم ازاي واحنا كلنا على بعضنا 1000 عسكري واربعين ضابط، مفيش تحت ايدنا سلاح غير بنادق ليها انفيلد بطلقة واحدة. ايوه، والانجليز اكتر من 10,000 بدبابات ومدافع برن ولانكستر. عارف عارف يا صلاح، انت عندك رأي تاني غير اللي انا قلته؟ لو مت قبلك يا مصطفى انت اللي تبلغ والدتي. اوعدك
موعدك يا صلاح. جرى ايه يا حضرات؟ انت هتقفوا تستايروا وتستامروا والسموحة تقلب ولا تقري تنكت؟ جرى ايه؟ هنفضل كده زي الفران محبوسين بالاربع حدان في الاسم؟ ايه القرار يا حضرات؟ وده سؤال يا بسطاوي، مش هنسلم. طبعا مش هنسلم. ينصر دينكم يا صباطنا يا عترة، مش هنسلم. لا لا مش هنسلم، مش هنسلم، مش هنسلم، مش هنسلم. خلي الرصاص يتكلم، حقي افرط فيه، حقي الوطن لأ، قلبي نيران تكويه، قلبي الوطن لأ، دوبي يدوب وارميه، علم الوطن لأ، عمري تضيع لياليه، عمري الوطن لأ، مهما شربنا المر ومهما نتألم. مش هنسلم، مش هنسلم، مش هنسلم، مش هنسلم. خلي الرصاص يتكلم. هل تريد الاستسلام؟ لا. ماذا تريد ايضا؟ اريد طلب الاسعاف. ان قوانين الحرب توجب اسعاف الجرحى. الاستسلام اولا. لن نستسلم، بل سنستمر في القتال، ولن تدخل الى هذا المكان الا فوق جثثنا. انك قد تحصل على نشان او وسام من حكومتك، ولكن تذكر ان الله سيحاسبك، وأن وراءنا 20 مليون مصري لن يتركوك، سيأخذون بثأرنا. إني أمهلك 5 دقائق أخرى. الباشا والأتربي، هاي فيه يا باشا؟ أبدا حضرة الضابط، دبنا الزخيرة أنا والأتربي. إزاي؟ تحتها طويلة قوي يا باشا، من فوق بيت لبيت لبيت لمصلحة حكومية. على فكرة جبتلكم شنة العيش دي، عارفين انكم قاعدين من غير اكل. السلاح اهم، وزع ذخيرة. شكرا رجالة، توكلوا على الله. عمر عمر يا باشا، رايق اتربي، انفادوا من ضرب. انا مش عارف اقول لكم ايه. ده قدرنا يا باشا، واللي وقع يسد، مش كده؟ ما يتخافش على مصر، نفسهم كلهم يكونوا معاكم، لكن ما حلتهمش غير الدموع. انتوا جايين تضعفونا؟ سلمنا على الإسماعيلية وناس الإسماعيلية، سلمنا على مصر. مفيش فايدة، البنادق بقت مدينة العساكر عبارة عن قطع من خشب. هنحارب بإيدينا، هنحارب برجلنا وبجسمنا. مكانك عسكري، أوقفوا الضرب، أوقفوا الضرب. ستوب فايرينج، ستوب فايرينج. لقد أوقفتم الضرب، ماذا تريد الآن؟ نريد نقل شهدائنا وإسعاف جرحانا، وأن نخرج ومعنا علمنا مرفوع تاركين أسلحتنا بالداخل. سيدي، لقد قمت ورجالكم بأكثر من واجبكم. إنني شاركت في معارك كبرى، ولكني أعترف بموقفكم المشرف، وإزاء هذا
فإنني على استعداد لتلبية كل مطالبكم. اسمعوا يا رجالة، انتوا قمتوا بالواجب اللي عليكم أكتر من الواجب. هننفذ الأوامر، هنخلي المبنى، شيلوا الشهيد وساعدوا الجريح. صلاح صلاح، انت لازم تكون المثل، ساعد رجالك. كتيبة اتنين اجمع. كتيبة مرش. سلام سلاح. دي عن يوم ما جيت، عن يوم ما جيت، لم جيت لبولسنا المصري اصبح على مواعيد، على مواعيد حياة الشعب المصري. احكي عن يوم ما جيت، عن يوم ما جيت، كان جيت لبولسنا المصري اصبح على مواعيد، على مواعيد حياة الشعب المصري. ونكشف الستاير ونسافر في السنين 25 يناير عام 52، ونكشف الستاير ونسافر في السنين 25 يناير عام 52. صحة كفاح مضيئة تورث الأجيال، تذكرها في الحقيقة حتى يدود الاحتلال. صحة كفاح مضيئة تورث الأجيال، تذكرها في الحقيقة حتى يدود الاحتلال. لساها صرها بارية على شط القناة في مدينة إسماعيلية، في مدينة إسماعيلية بلد النور والجمال. طول التاريخ وعلى طول المسيرة كان للبوليس المصري وقفاته الكبيرة في حماية الوطن من أعداء الوطن. وقف ورا عرابي في يوم ثورة عرابي، وقف بكل قوة في ثورة 19، ودوره كان ريادي في حريق القاهرة، وشارك في المقاومة سنة 56، وفي حريق الزيتية سنة 67، وضحى بالدماء وقدم الشهداء في معارك الوطن، وكان من غير سؤال يتقدم للنضال ويدفع الثمن. دلوقتي احنا فين؟ دلوقتي احنا مين؟ ورصاصة الإرهاب طلع لصدر مين؟ دلوقتي احنا فين؟ دلوقتي احنا مين؟ ورصاصة الإرهاب طلع لصدر مين؟
درستي في الفصل جنبي كانت جميلة سمرة ونبيلة وبتسكن قلبي كانت زميلتي ورد بمدرستي في الفصل جنبي كانت جميلة سمرة ونبيلة وبتسكن قلبي كانت زميلتي ورد بمدرستي في الفصل جنبي كانت جميلة سمرة ونبيلة وبتسكن قلبي كانت زميلتي ورد بمدرستي في الفصل جنبي كانت جميلة سمرة ونبيلة وبتسكن قلبي في الفصل كنا بنستمع للدرس وبنبتسم في حصة الأحياء في الفصل كنا بنستمع للدرس وبنبتسم في حصة الأحياء طارت شظايا الغدر مش شبابيك طارت شظايا الغدر مش شبابيك الدم غرق مريم تشيما طارت شظايا الغدر مش شبابيك طارت شظايا الغدر مش شبابيك الدم غرق مريم تشيما صغار المزارين يا صاحبتي يا تروكي من المجرمين الدم ترتش عالصغار المزارين يا صاحبتي يا تروكي من المجرمين أودعك 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 قلبي حزين صوتي حزين قلبي صوتي قلبي حزين أودعك 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 قلبي حزين صوتي حزين قلبي صوتي كل الوطن يا صاحبتي حزين كل الوطن يا صاحبتي حزين كل الوطن يا صاحبتي جريح وحزين واخدين بلدنا الفين واخدين بلدنا الفين يا اخوتي في الوطن يا اخوتي في الدين قتل الوطن في الوطن بيتم الحساب مين رايحين بمصر الفين رايحين بمصر الفين عليت صوت الدم ونشرت لون الهم عليت صوت الدم ونشرت لون الهم ده في انهي دين اتكتب ده في انهي دين اتكتب دول يا مسلمين يا اخوتي في الوطن دم الغلابة الطيبين نصارى أو مسلمين اللي بيسعوا رزقهم ازاي بتقتلوا الضياء في عيون صغارنا الأبرياء وتستحلوا دمهم ومصر طول عمرها للفرحة كانت حزن خليته لي اسمها ملفوف بلون الحزن
ومصر مش هتقن ناس هل حمت الدين يا مصر سن بسن والعين قصادها عين عليت صوت الدم ونشرت لون الهم عليت صوت الدم ونشرت لون الهم دفن هجين اتكتب دفن هجين اتكتب جوبوني يا مسلمين يا اخوتي في الوطن ولدي أبكي العمر كله عليك يا ولدي يا ولدي 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 وربيتك بعرق الجبين تكبر قصاد عيني وحايل السنين ولدي ولدي وربيتك بعرق الجبين تكبر قصاد عيني وحايل السنين يا ولدي كان كل همي ضحكتك كان كل همي ضحكتك ولو أبات أبات حزين دلوقتي أنت ابني ولا ابن مين دلوقتي انت ابني ولا ابن مين يا ولدي يا ولدي يا طريق الليل وتغير الإحساس رمت في قلبي الويل
طلعت في طريق الليل وتغير الإحساس، رمت في قلبي الويل 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 على ولاد الناس. قلبي بيدعي عليك وأنا بهواك، أبكي عليك ولا على ضحاياك؟ قلبي بيدعي عليك وأنا بهواك، أبكي عليك ولا على ضحاياك؟ أبكي عليك إزاي يا ولدي وأنت بتقتل أحلام بلدي؟ أبكي عليك إزاي يا ولدي وأنت بتقتل أحلام بلدي؟ يا في الشارع شفته وانا راجع، الامهات بكي وانت على سامع. الدم في الشارع شفته وانا راجع، الامهات بكي على سامع. وكنت رق البشر من خلى قلبك حجر، وكنت رق البشر من خلى قلبك حجر، مع اني اب لقيت قلبي قلبي بيدعي عليك، ولا البكا مرجعك ولا بالدموع ههديك، مع اني اب لقيت قلبي قلبي بيدعي عليك، ولا البكا مرجعك ولا بالدموع ههديك. يا يا عم لا تبتئس، يا عم لا تحزن، يا عم صدقني بكرة رح يكون أحسن، وكلنا ولادك وقلوبنا دي بلادك. انضاع في الليل ولد، شوف قدامك بلد لسه بتبني الدار وتفتح النوار، 60 مليون ضمير يخلوا ليلها نهار، من بنايين يا ما بنوها وعمروا، وفلاحين في رملها بيخدروا، لمهندسين بيخططوا ويفكروا، لمدرسين بيعلموا وينوروا، لفنانين بيكتبوا ويصوروا، صحفيين رياضيين أطباء علماء سياسيين. ومصر أم الحضارة،
لسه رفع المنارة وبتألف كتابها وتنطق الحجارة. احنا حواليك ملايين نصارى ومسلمين ضد الرصاص والغدر، زحفين لنور الفجر، والشعب المصري كله، الشعب المصري كله حماة الوطن. ومصر ام الحضارة، مصر ام الحضارة لسه رفع المنارة، رفع المنارة وبتألف كتابها، وتنطق الحجارة. احنا حواليك ملايين نصارى ومسلمين ضد الرصاص والغدر، زحفين لنور الفجر، والشعب المصري كله، الشعب المصري كله، الشعب المصري كله حماة الوطن. وخندقه وسلاحه، احنا ربيع الوطن وضحكته وصباحه، احنا حماة الوطن وخندقه وسلاحه، واحنا ربيع الوطن وضحكته وصباحه، احنا حماة الوطن. احنا اللي لو دار الغمام امر التمام، اصرارنا بيه الظلام والنور يعود، النور يعود يحيى الجنود، يحيى الجنود النور يعود، النور يعود يحيى الجنود، يحيى الجنود. حب الوطن مالوش حدود ولا سبب ولا زمن، واحنا الدواء لجراحه. احنا حماة الوطن وخندقه وسلاحه، واحنا ربيع الوطن وضحكته وصباحه، احنا حماة الوطن وخندقه وسلاحه، احنا ربيع الوطن وضحكته وصباحه، احنا حماة الوطن. احنا عيون بكره اللي جايب الف ضي، عيوني صحية وقلبي حي، ليلي سهر ليلي سهر لاجل البشر، لاجل البشر ليلي سهر ليلي سهر لاجل البشر، لاجل البشر تلاقيني ساعة الخطر، دمي مطر وطني شجر، والدم لون له خدود تفتاحه. احنا حماة الوطن وخندقه وسلاحه، احنا ربيع الوطن وضحكته وصراحه، احنا حماة بلادي 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 لا تحبي واخواني، بلادي 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 لا تحبي واخواني، بلادي 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 لا تحبي يناير عام 52. صحتك
ويس الأجيال سيولها في الحقيقة حتى تمد احتلال لسها أصر رباية على شط القناة في مدينة إسماعيلية في مدينة إسماعيلية بلد النور والجمال. الشعب المصري صار والعمال والطلبة وستاشر أحرار وحرب الاحتلال من أجل الاستقلال وعلموا المستعمر أحلى الكرسي النضال قبل الثورة شهور الشعب المصري صار والعمال والطلبة وستاشر أحرار وحرب الاحتلال من أجل الاستقلال Yeah.
سيدتي وسادتي، وهكذا قال الفن كلمته تمجيدا لدور هؤلاء الرجال، رجال شرطة مصر عبر العصور، وتآزرا معهم في وقفتهم تلك الوقفة المجيدة الرائعة، وبما يقدموه من شهداء ومن تضحيات. قال الفن كلمته معبرا عن شعب مصر كله في مواجهة التطرف، في مواجهة الإرهاب، وفي مؤازرة هؤلاء الرجال الذين يسهرون الليل ويعيشون نهارهم من أجل مصر، مضحين بدمائهم وبأرواحهم وبأوقاتهم وبكل شيء فداء لشعبها ولأمنه واستقراره. سيداتي وسادتي، نحييكم مرة أخرى من مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، وحيث نقلنا لحضراتكم هذا الاحتفال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.